النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي هو حدد آليات عمل البرلمان ونائبي البرلمان. في حال خلو منصب رئيس البرلمان لأي سبب كان يحل محله النائب الأول، وإذا غاب النائب الأول يحل محله النائب الثاني. بما أنه رئيس البرلمان حاليا في مرحلة الغياب لعدة أسباب قرار المحكمة الاتحادية، فيحل محله النائب الأول دون مدة ودون أي قيد معين. ولكن اشترط النظام الداخلي على أنه ينتخب رئيس البرلمان بعد يعني بعد إقالة بعد سحب الثقة أنه يعين رئيس برلمان جديد، ولكن ضمن التوازنات السياسية، على اعتبار أنه منصب رئيس البرلمان للعرب والسنة حسب النظام الداخلي يجب أن يكون المنصب للعرب والسنة، وبالتالي أي قيد وأي زمن لا يوجد على على ممارسة النائب الأول رئيس البرلمان. أعتقد في تصوري، وأنا قلتها في أكثر من مرة، بسبب الخلافات على انتخاب رئيس البرلمان، الانتخابات في الخلاف في بيت السنة طبعا ولا بيت الشيعي، أنه لا يمرر، أعتقد برأيي الخاص لا يمرر رئيس البرلمان إلى أن الانتخابات القادمة.